أهلا بكم من جديد. بحسب موقع إحصائي عالمي فإن الدوري السعودي يحتل المرتبة 13 حاليا عالميا بحسب ما صرفته الأندية ماليا مطلع الموسم. رفيق الحلو، مئات الملايين صرفت هذا الصيف في سوق الانتقالات في أوروبا الذي أغلق أبوابه بتعاقدات قد تغير خريطة كرة القدم هناك. دوريات خرجت من الميركاتو بربح مادي وأخرى ربحت نجوما وصرفت الأموال. فأين يحل الدوري السعودي بين دوريات أوروبا والعالم من حيث الإنفاق والربح في هذا الصيف؟ دوري عبد اللطيف جميل بحسب دراسة لموقع متخصص يحتل المركز 13 عالميا من حيث إنفاق الأندية على لاعبين من أندية خارج البلاد هذا الصيف، والقائمة لا تحتسب التعاقدات بين الفرق بالدوري الواحد. الأندية السعودية تعاقدت هذا الصيف مع 38 لاعباً جديداً من خارج السعودية، والإنفاق على هذه الصفقات وصل إلى نحو 33 مليون دولار، أي أن أندية الدوري السعودي صرفت أكثر من أندية الدوري البرازيلي بفارق نحو 5 ملايين دولار، وأكثر بنحو 11 مليون دولار من أندية الدوري الصيني، وبفارق أكثر من 30 مليون عن أندية الدوري الكوري الجنوبي. وبالمقارنة فإن فترة انتقالات الموسم الماضي في الدوري السعودي شهدت قيمة انفاق أكثر بنحو 6 ملايين دولار عن الموسم الحالي. أندية الدوري السعودي باعت لاعبين هذا الصيف بمبالغ تزيد عن 13 مليون دولار، وهو رقم صغير مقارنة بالدوريات الكبرى في أوروبا، ولكن هو الثاني في آسيا بعد الدوري الصيني بفارق نحو 100 ألف دولار، وأكثر من الدوري الكوري الجنوبي بنحو 9 ملايين دولار. أما الموسم الماضي فباعت الأندية السعودية لاعبين بقيمة 7 ملايين و300 ألف دولار. وبحسبة للأرباح تكون خزائن فرق الدوري السعودي قد خسرت ما يعادل 19 مليون و500 ألف دولار، وهي خسارة لا تبدو بالكبيرة إذا ما قارنا الرقم بالدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقا في العالم، والذي خسرت أنديته أكثر من 668 مليون دولار، في حين خسر الدوري الصيني نحو 9 ملايين دولار. وكانت البرازيل كالعادة الرابح الأكبر بتصدير اللاعبين وربحت 250 مليون دولار. خسارة الدوري السعودي هذا الصيف تبدو أقل مقارنة بما حدث الموسم الماضي، حيث وصلت خسارة الأندية السعودية إلى نحو 30 مليون و500 ألف دولار. رفيق الحلو، العربية. وإلى المتخصص في التسويق ومن مانشستر وعمل في مانشستر يونايتد هناك أيضا، الزميل مسلي آل معمر الكاتب والناقد الرياضي. مسلي أهلا بك معنا. أبغى أسألك مسلي، طبعا أول شيء أوضح للمشاهدين موقع ترانسفير ماركت يعني لم يقدم أو لم يضمن هذه الأرقام الصفقات المحلية اللي من نادي سعودي لنادي سعودي، لا هذا بس كله خارجي، يعني من نادي السعودية للخارج سواء بيعا أو اشتراعا أو شراعا. مسلي هذه الأرقام تعبر عن مستوى فني عالي أكيد، هل هذه حقيقة؟ الدوري السعودي تقدم على البرازيلي وعلى الصيني وعلى الكوري. صباح الخير. طبعا إذا قسناه بالمستويات الفنية ربما أنت تراه يعبر عن مستويات فنية عالية، لكن أنا شخصيا أرى أن سعر أو أجور اللاعبين السعوديين مبالغ فيها ولا تعبر عن المستويات، لا تعبر عن الأرقام التي يحصلون طيب عليها. طيب من الممكن أن نقول أن الدوري السعودي يتقدم على الدوري البرازيلي، لكن لا ننسى أن الدوري البرازيلي هو المصدر الأول للاعبين. صحيح. نادي سانتوس فقط تقريبا حصل على 70 مليون يورو من قيمة انتقالات لاعبيه إلى خارج البرازيل. جميل. مسلي أيضا 33 مليون دولار صفقات سعودية اللي جاية من الخارج اللي وقعتها الأندية السعودية هالسنة، أيضا هذا يعبر عن مداخيل عالية للأندية، يمكن القياس على ذلك خاصة اللي ما يعرف الكرة السعودية ما يعرف أن الأندية مش مخصصة. هناك مجموعة أندية في السنوات الماضية الأندية الجماهيرية مداخيلها جيدة جدا، أنا أعتبر مداخيلها تعتبر
من الأفضل آسيويا وعوائدها ممتازة لو تم تصريفها بالشكل المناسب أو الملائم. لكن للأسف أن ميزانيات هذه الأندية تفوق الدخل بكثير. هناك أرقام إذا قسنا على الصفقات التي أعلنت قبل قليل في التقرير هناك أرقام كبيرة جدا لكنها للأسف لا تدفع، بمعنى أن الصفقات أشبه بصفقات البطاقات الائتمانية، تحصل على البضاعة لكنك لا تدفع إلا لاحقا وربما تتعثر في السداد. هناك أندية ميزانياتها وصلت إلى 120 مليون سنويا ودخلها 50 أو 55 مليون، هناك عجز 60 لا يتم تسديده ولا يعلم إلى الآن كيف تسدد. على سبيل المثال نادي الاتحاد يمر بأزمة كبيرة جدا وهذا بسبب سوء التصريف المالي، وهناك أكثر من نادي اتحاد. الفرق أن نادي الاتحاد ولاعبوه كان لديهم الجرأة ليتقدموا بشكاوى إلى لجنة الاحتراف، بينما هناك أندية أخرى لم يجرؤ لاعبهم على تقديم الشكاوى ولهذا بقيت يعني في معزل عن هذه المشاكل التي هي مشاكل التسجيل. جميل. طيب سلي، لا تعبر عن مستوى فني ولا تعبر عن أيضا نمو اقتصادي ومداخيل جيدة لهذه الأندية، من وين تجد الفلوس أجل؟ لا محمل على الديون، أكثر هذه المبالغ ديون. لو أن هناك شركة محاسبة قانونية تراجع حسابات الأندية لوجدنا بعض الأندية تصل ديونها إلى 70 و80 مليون. الدخل الآن بالنسبة إذا استثنينا نادي الهلال بحكم أن عقده لازال مستمر مع الشركة الراعية، دخل الأندية الجماهيرية الأهلي الاتحاد النصر حاليا لا يصل إلى 15 مليون بسبب هذه الأمور، بسبب سوء التصريف المالي، بسبب عدم ضبط السوق من قبل المؤسسات القائمة عليه سواء رئاسة العام رعاية الشباب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم وحتى بعض المستثمرين الذين يعني دخلوا سوق الاستثمار لكنهم لا يوجد لديهم أهداف واضحة ولا طريقة استثمارية يعني ناجعة لتحقيق الدخل من الدخول إلى قطاع مهم جدا وهو القطاع الشبابي الذي يمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع السعودي. جميل، أشكر لك هذه التوضيحات الزميل مسلي آل معمر الكاتب الناقد الرياضي وهو متخصص أيضا في التسويق الرياضي بحكم دراسته الأكاديمية، شكرا جزيلا. الجمهور يصيح، ليس دائما على غلط عندما يصيح. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان وأنا ألقاكم.